الله تبارك وتعالى أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لما حصل الانحراف من قوم نوح في كما ذكر ابن عباس في البخاري في تفسير قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد حتى إذا ما نسي العلم أو درس العلم وذهب أولئك عبدت، بعث الله فيهم الرسل فكذبوا، كثير منهم كذب. قوم نوح مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكذلك سائر الرسل بعثوا لإقامة الحجة على الخلق، بعثوا لإقامة الحجة على الخلق وبيان خطورة ما وقعوا فيه من الشرك والضلال وبيان الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكوه. لذلك أقام عليهم الحجج والبراهين، أإله مع الله، أإله مع الله، ومن آياته كذا وكذا وكذا، آيات 5 آيات متتالية يذكر بعض الآيات الكونية ثم يقول بعدها ماذا؟ أإله مع الله. فإذن إنما أرسل الرسل لإقامة الحجة على من انحرف من بني آدم حتى لا يكون لهم حجة على الله. بعد أن أرسل إليهم رسل يبينون لهم الطريق التوحيد وينذرونهم مما يضاده وهو الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.